ورجعنا لحضراتكم ولسه مكملين كلامنا عن النهائي. طبعا الاتحاد الافريقي عمل جوله للكاف كده، نشر صور للكاف، عمل صور لبطوله او الكاس البطوله دوري ابطال افريقيا في القاهره زي ما حضراتكم شايفين معانا كده اهو. وقال الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: الكاس الافريقيه بكل حب في انحاء القاهره. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده تفاصيل، هم لفوا بالكاس، لكن ان شاء الله الكاس دي تكمل رحلتها الى مقر النادي الاهلي في الجزيره بعد المباراه وترجع مكانها الطبيعي العادي يوم السبت ان شاء الله. يعني هم طبعا مصورين صور لطيفه جدا في انحاء القاهره فعلا، يعني سواء الاهرامات، كوبري قصر النيل، حتت مهمه في القاهره على النيل، فهم يعني عملوا حاجه لذيذه جدا. لكن الكاس دي راجعه بيتها ان شاء الله يوم السبت بعد ال 90 دقيقه المهمه من الساعه 8 ان شاء الله ترجع الى مقرها الطبيعي في الجزيره، في النادي الاهلي مقر الجزيره.